حنا ساكنه ديال جبارات اللي محاديه للمجال الحضاري، قريبه لدوار الرمل في طريق حد حراره في على المجال على البلاكه ديال 40. حنا كما كتشوفوا كاينه 880 دار، 800 اللي حسب الاحصاء ديال 6 شهور هذه راه تزادت دابا، المهم 880 دار اللي محصيه، ما عندها لا ضو لا ماء لا واد حار لا حتى شي حاجه، ما كاينه لا اناره منزليه لا اناره عموميه. عانينا هذا المشكل، عانيناه انا شخصيا عانيته واحد 6 سنين، مي اللي قبل مني كاين اللي ساكن من 2006 2007 2003 2012 كان تاجج الوقت عمر الدنيا هنا نيت، من ابتداء من 2012 عمر الدنيا. دابا الساكنه ساكنه قلت لك بوليداتها بكل شيء ليها بلا ضو بلا حتى شي حاجه. راسلنا المجلس الاول رئيس ديال الجماعه في 2018 صادقوا لنا، مشينا كاملين صادقوا لنا وقيموا المشروع ديال الضو، قيمته لوينو ب 600 مليون، قسمنا على ديك 880 دار، جاتنا شي 4800 4900 دار، وافقنا في الدوره وافقنا وصادقوا لنا، والاتفاقيه مشات للعماله عام وهي في مكتب زي السيد العامل وما تسناتش. من مني ما تسناتش كنا كنديروا مراسلات، عندي انا مراسلات شخصيا كنت كنحطهم في قسم الضبط في العماله، اي مراسله حطيناها كندوز السيمانه الجايه كنسولوا عليها، تيقول لنا تحالت على رئيس الدائره. ملي استقبلنا رئيس الدائره قبل من الانتخابات ديال الانتخابات الاخرى، استقبلنا رئيس الدائره وعطانا كلمه شرف كما قال هو، كلمه ديال السيد العامل على لسان رئيس الدائره انه غادي يكون مباشره من بعد الانتخابات غادي تسنى الاتفاقيه وبدا الاشغال ديال الضوء. كنتفاجئ من بعد الانتخابات دابا شهرين وثلاث شهور ما كتسناش الاتفاقيه، كنمشيو للوين وكيقول لك انا كنتسنى غير الاتفاقيه ديال السيد العامل الجي. حنا كنمشيو نسولوا في العماله ما كيعطونا حتى شي جواب شافي، ما كيعطوناش جواب شافي. هذا الشيء علاش درنا الوقفات، بغينا نعرفوا العامل علاش مسنين الضوء. 12 عام وانا ساكنه هنايا ما عندنا لا ضوء لا ماء لا حتى شي حاجه، لا بينا نجيو، لكن غير هابطين لتحت ولا بينا نجيو كنجيو في الظلمه، تقدر تلقى لك شي واحد، يقدر اي مشكل ما تعرض عليه. الضو ما عندناش، ما عندنا حتى شي حاجه، الماء خاصك تبقاي تعيطي على الناس اللي يجيبوا لك الماء، والماء ما داير لنا حتى شي حاجه. وليداتنا كيقراو كتجيوهم المدرسه ما كيلقاو لا على شي حفظ ولا على حتى شي حاجه، لا مدرسه لا والو، مدرسه فيها جوج الاقسام، ما كاين حتى شي حاجه، ما عندنا والو. حنا مهمشين في هذه الدوار، ابسط الحقوق ما عندناش، الضو ما عندناش، يعني هذا راه زعما حنا كنطالبوا المسؤولين يطلعوا هنايا يديروا لنا شي حل، يجيبوا لنا الضو، يديروا لنا الماء، حنا بحالنا بحال مواطنين ديال المغرب، زعما راه اللي مسؤول علينا خاصهم يديروا لنا شي حل هنايا. كنسكن هنا مده 5 سنوات، وخويا كنشكي بحالي بحال الناس من الضو ما عندناش، ومقهورين في هذا القنتنا من ناحيه الضو، وعندي المراه ديالي كتخرج مع 4 ديال الصباح كتمشي للكار ديال الفابريكا، كاينه واحد الكروميط كتضربوا على رجليها كتخرج في الظلمه بوحدها، بعض المرات انا كنكون خدام في المرصق كتخرج بوحدها، كاين لنا عصابات تيكريسو اولادنا في الظلمه في المدرسه، اولادنا كيقراو لتحت بعاد من الجبارات بديك 4 كيلومتر 5 كيلومتر كيطلع على رجليه كيطلع في الظلمه، ما كتقول لهم ريحهم خلوا على ولدك ما تعرفوا واش ضرب ولا ميت ولا سرقوه ليك ولا ساكن ساكن ومعذب. راه حنا كيف ما قلنا انا ما كنطالبوش بشي حاجه كثيره، كنطالبوا بابسط الحقوق ديالنا كيفنا كيف سائر الناس. جميع الدواوير قالوا بان اخر في 2021 قالوا صافي ان جميع الدواوير غيكون عندهم الضوء بما فيهم دوار دوار حد حراره ودوار جبارر. علاش هاد الدوار هو اللي تستثنى مع اننا راه درنا الملف ديالنا مستوفي جميع الشروط، طرقنا جميع الابواب. يعني حنا كنتسائلوا كيفنا كيف الناس، علاش السيد العامل رفض انه يسيني لينا على هذا الملف مع انه مستوفي جميع الشروط. والله العظيم الا مخلي داري دابا في دوار جبارات ومهود الشنقيط كاري على قبل الماء والضو، والماء ما عندناش المشكل غير لا الضو، والوليدات راهم كيبغوا يقراوا وكذا. والله القسم لاش غنقول لك، حنا ما عرفناش سعاده العامل اشنو المشكل اللي كاين. حنا الحمد لله ساكنه وحده وكاع الناس الجنوب ديال اسفي كله ولا عنده الضو، والعالم القراوي خطب سيدنا بالله حتى شي واحد ما يبقاش في العالم القراوي من ناحيه الضو، والحمد لله ما عرفناش شنو كاين. والله العظيم لا ماشي انا، عدد الناس مخليه ديورهم ومهودين كارين على قبل الماء والضو. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.